السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلام الناس. احنا متواصلين برحلتنا واليوم متواجدين بهذا المكان مستشفى الرشاد المشهورة بمستشفى الشماعية. هذا المكان اللي بداخله آلاف المرضى، آلاف من كافة المحافظات العراقية. اليوم راح نحاول نتعرف على أكثر من مكان بداخل هذه المستشفى اللي مداخله أكثر من ردها، ونريد نتعرف على عدد الأطباء، كيفية تقديم الخدمات، شلون يتواصلون ويا المريض حتى يقدرون يسيطرون على وضعه أو الاضطرابات اللي هو يتعرض إلها. سمعنا أن كثير من الناس تعالجوا وطلعوا، وسمعنا أن كثير من الناس متواجدين وعلى مدى سنوات طويلة. حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلام الناس بداخل مستشفى الرشاد اللي هي أكبر مستشفى للأمراض العقلية في العراق وفي الشرق الأوسط. طبعاً هذا المكان انبنى تقريباً بالخمسينيات. حياكم الله. أستاذ سعد، أنت هنا مدير الخدمات. بلي. تقدم هنا. نعم. إيش قد عددهم اللي يقدمون الخدمات تقريباً؟ يعني من نهاية ناحية مثل العمال. عد أي عمال؟ العمال عندي 62 عامل. هاي طبعاً كرتها، يعني شوف الترات هذه الكبار كرتها بيها واحد عامل هذا. بس ما يكفي كرتها. ما يكفي. الرتها كم مريض بيها؟ مو يعني أكو أعداد مثلاً عندك بيها مريض مثل هاي الصغار هنا تقريباً 40 أو 50 أو 60 واحد بيها. والكبار؟ الكبار يجيب 70 75. بس واحد يقوم خدمة؟ ايوه واحد خدمة. عامل عمال عندنا خدمة قليل كلش قليل. وكم قاعة عندكم؟ عندنا حوالي 24 قاعة. يعني كل قاعة تقريبا بيها اكو بيها 120 اكو 130. القاعات الكبار بيها بال 300. يمكن احنا اليوم ما راح نقدر نشوف كل القاعات. بلي. راح تاخذنا على كم قاعة؟ هاي هسه عندنا هنا عندنا تاج الدين ردها نسائية هاي. وعندنا عندنا انا طرقتي همين رجالية. نبدي هنا وبعدين نروح هناك؟ نفضل هنا نشوف ال بس هاي البناية مو احسها قديمة؟ قديمه طبعا كل شيء من ياس سنه تقريبا وهاي تعتبر هسه حديث هاي بالشكلك يعني 97 98 هاي تعتبر حديث بس ان القديمه ماكو لا يعني شكلك بال 70 سنه مبنيه ولحد الان مبنيه لحد الان ندخل هنا زين هنا اللي ما عنده مثلا اهل يحتاج مثلا عنايه علاج خارج المستشفى بلي. أو لا سمح الله اللي أعمارهم كبيرة مثلاً. بلي. شو تتعاملون ويا الموقف؟ والله إذا أقول لك يعني شلون عايشين وياهم كأهل يعني نعرف أساميهم ما نعرفهم واحد واحد. فهاي الحالات كلها يعني تدري أنت هاي إذا ما عنده أهل شنو يعني يتكفل به؟ لا أي. أقصد مثلاً إذا توفى. توفى أنا أقول لك إذا كبير الناس عندنا مجهول الهوية هاي عندنا ناس يعني هم موظفين أو متبرعين يجي ياخذوه. وإذا أهلهم؟ اكو اهلهم مثلا والله انا اقول لك يعني اكو بعض الاهل غير ما يجون يعني توفى ما يجي بعد شلونك؟ شلون صحتك؟ زينه؟ الحمد لله شنو الاخبار؟ سلامتك الله يخليك الله يخليك لنا ان شاء الله تسلمين شلونك؟ الحمد لله ها؟ شليج؟ هيد ها؟ هيد سلامتك قاعد تسبحين؟ اي عفية عليك اقرأ قرآن وصلي عفية عفية صار شقد هنا؟ من الكبرني كتب بالجيل مجموعة عادة جانا دكتور نقلنا هنا أهلك يجون؟ كل شقد؟ كل أربعة أشهر كل أربعة أشهر اي تي وردة ما محتاجة شيء؟ لا سلامتك ما عرفت اسمك؟ هنا أنور الله يا وردة هي مرتبة وأنيقة ومؤمنة وتسبح مو صحيح؟ وتتابع تلفزيون وانتو الشرقية؟ ايه تابعينا؟ عافية يوم من نسيح عليك طيب شبيه؟ بقبل يصبح تهول بقبل مجانين ليش ايش بيه وياك؟ مجانين مجانين بقبل يولون مجانين ساد سعد هدأ الموضوع ها؟ شنو شبيها وياك هي؟ تقول زولة مجانية لا 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 ما قالت هي، هي تحبك، هي من ساعتك تبيك. السلام عليكم.
شنو قاعد تسولفون؟ ها؟ يلا سولفتوا لنا بالله احكي لنا. سولفتوا شو تسولفون؟ ها؟ سولف عن يومنا شلون يقضي. اي شلون تقضون يومكم؟ نلتقي صديقات ونسولف. عافية عليك، عافية. نعم؟ تاكلين؟ انت كيكة. اي انا كيكة. انت كيكة وردة. شلونكم؟ شلونك؟ الله يسلمك. صار ايش قد هنا ماما؟ والله صار لي 10 اشهر. يلا عافية عليك، عافية. ما بقى شيء وطلعين. ان شاء الله. ان شاء الله. هنا جيتي على تتعرفين على صديقاتك. اشكرك جزيلا. وخواتك. شكرا جزيلا. رحم الله والديك. يلا والدي. منو مشغل هاي الراديو؟ عافية. تسمعين راديو؟ ايه نسمع. عافية. تسمعين اخبار؟ كل شيء اشكال. ايه والله. يلا مشكورين. هسه من هنا الكيكة؟ من هي؟ انا. مرحبا ست. شلون الصحة؟ انا اهنيك وابارك لك على هذا الجهد اللي تقدموه، لان هذول كلهم خواتنا وامهاتنا. مو صحيح؟ صحيح. شنو اللي نقدم لهم؟ قليل بحقهم. صحيح. بعدين انتم عددكم قليل والاعداد هم هواي، فالله يعينكم. الله يسلمك. الله يخليك. الله يعينك. شنو اكثر الاشياء اللي تعانين منها انت كاخت كام، يعني مو كممرضه؟ شويه ملحه مالتهم. يجاوبون؟ يجاوبون اكو لا ما يسمعون كلام. ويحتاج انتم دائما تكونون قاعدين وتتابعون. اي احنا بالذات يعني احنا شفت المسائي، يعني احنا نستلم من الساعه 1:30 نبقى الثانيه من الصبح. الله يعين. كل ردها ايش قد عددكم عدد تقريبا؟ احنا 44 مريضه عندنا حاليا. 44 فاجئه. اي بس زين، وشنو العلاج اللي تقدموه لهم؟ يعني اوبر؟ لا عندنا اوبر وعندنا حسب الحاله، اذا وضع يعني ما يتقبل رفض المريض العلاج نضطر لازم نستعمل اوبر، بس اذا وضع زين لا اكيد ما حنطيح هذا يعني هذا الماشي. بس هي. يهدئ او يريح. إيه اكيد يهدئ. عندكم حالات استجابه للعلاج؟ اكيد، وعندنا يعني هي المعاناه اللي نعاني اكثر شيء يعني رفض العلاج. شلونك ماما؟ انا ماما مرحبا. ايش بيك ماما؟ مقرمه. لا صحه وعافيه. الله يعافيك. صحه وعافيه. مقرمه. انت زينه؟ رب العالمين مقرمه انا وخلص الله عليكم. حبيبتي ماما حبيبتي. ايه بعد امك بعد عيني بعد حلال بعد امي بعد الله قرمني وخلاه. شفتي؟ سمعتي ايش تقول لك؟ شو تقولي؟ تقول لك لا تشربين سجاير. شو عليه سجاير؟ تخاف عليك؟ تخاف عليك؟ لا ايه الله قرمه شو عليه سجاير؟ تخاف عليك ماما؟ لا تخاف عليك في هذا الشكل الحلو. بعد امه بعد عيني. بعد عيني. بعد امه. الله يخليك. من عمري على عمرك يا حبيبتي. الله يشوف الوعي. يلا 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 ما مرتاحي؟ ارتاحي والله. محتاجه شيء؟ لا سلامتكم. والله العظيم. خير وسلام والله. عساكم سن لكم ولد اخوانا هالي كلكم. حبيبتي ماما. هم يجوا لك الاهل؟ والله عيني كرم وروح من اخوه. يلا صحة وعافية. من عمري على عمرك حبيبتي. ها؟ تصيري زينة وياها دباش عليها؟ ايه. حبيها؟ ايه. مو تعبيها؟ لا. خو ما تعبك؟ تغلط علي وطقني وتغمني. ليش تغميها؟ لا لا بوسيها بوسيها عافيه. هاي ورده هاي حبابه. بيكم مرحبا. وبيك اكثر. سلمونا على الاخوان. بيك اكثر. هلا بيكم مرحبا. الله يسلمك. اليوم انتصار يا بعزمتنا على قهوه صاحتنا. ها شلونك؟ بس مو تحطي لي شكر. ما احط لك شكر؟ انا ما اريد. شو ما تريد شكر؟ لا يلا هاي هنا بدون انت شكر. انت هنا حلوه. انت شكرا. انت البركه. شكرا تسلم. شنو الاخبار؟ والله اهلي ما يزوروني وصار لي 5 سنوات ما حد يرضى يزورني ولا يرضون يطلعوني من المستشفى. تحولوا من بغداد الى كركوك وما يرضون يطلعوني من المستشفى، واصلا يعني ما ناويين يطلعوني من المستشفى. قالوا لي مدى الحياه تبقي بالمستشفى، واني بكامل قوى العقليه ما اعاني من اي مشاكل وما يرضون يطلعوني.
ما اعرف ليش، ممكن ديوان الرئاسه ولا الرئيس العراقي حضرته معالي ممكن يطل يعني يسوي لي حل مشكلتي. ابد ما يجوا لك هنا الاهل؟ لا والله لا والله ما يجون الاهل؟ لا والله ما يجوني. مره واحده جويها مسوي لي تحليل دم وراحوا على اثبات نسب، اثبات نسب بس سووا لي اثبات نسب تحليل دم وراحوا مدينه الطب، وراحوا بعد ما شافوني وجههم ولا تاركيني مصاريف ولا يقبلوني. لكن شلون عايشه مالتي؟ قلت لك اعتمد على نفسي يعني اساعد البنات هنا بالتنظيف، اساعد يعني اسوي شاي قهوه ابيع لهم جقاير مسؤول الحمد لله يعني مطلعه يعني عيشتي يعني الحمد لله. بس لكن ما يكفي راد لي راتب شهري يعني محتاجه راتب. وما جابلك الجنسيه مالته؟ لا والله ما جابلي الجنسيه على مود اسوي لي راتب هنا رعايه صحيه. الله يعينك يا حبيبتي ويعينك ويعينك. بس انت شنو سباعيه؟ اي وردة. تسلم تسلم الله يوفقك. هاي اليوم أنا عازمتكم. لا هنا ما خليت شكر. شوف شوف فاري. راح سوينا شاي لو قهوة. لا قهوة. تعرفين تسوين قهوة؟ إي إي. آه. إي تسوين قهوة هاي قهوة. هاي شاي ونساتي. عصمية عدنان ماكو. سمعنا آيات صار لها فترة هنا. نعم. ما تعرفون أهلها وين؟ لا جابوها يعني متسولة. جابوها متسولة. منو جابها؟ من كربلاء. منو جابها؟ جابوها عن طريق الشرطة. شلون عرفتوا سمع آيات؟ يعني وياها أوليات يعني شيء. أكو مستمسك أكو شيء. يعني شلون أهل الماء مثل شلون يعني مثل شرطة المنطقة هيك في الشيء احتمال يسموها آيات 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 أكيد يعرفون هي آيات. بس ما حد يجي لها. لا ما حد يجي. ولا حد يعرف. ولا حد يعرف. زين هسه شنو بيها؟ آيات صار عندها التهاب الأذن الوسطى. نعم. ويعني شوية صار التهاب كلش قوي. إحنا ما جزنا منها الله شاهد يعني. ما جزنا منها بس هو تطور يعني العفو قامت اذنها تطلع حراج فحولناها الى المستشفيات وسووا لها عمليه. سووا لها عمليه بس شلون صارت؟ لا الحمد لله نعم على العلاج والضماد والانتي بايوتيك نعم. بس احنا لحد الان هسه ما نعرف اسمها حقيقي ولا نعرف عمرها الحقيقي، كل اشياء تقريبيه وافتراضيه. اي احنا هو من جابوها قالوا اسمها ايات. صار لها 5 سنين هنا. اي تقريبا 4 5 هيك تقريبا. شلونك ايات؟ هي ما تحكي؟ لا هي تحكي تقول عمو عمو من جابك عمو وين ابوك عمو يعني كلها بابا موجود؟ اه وين بابا؟ بابا مات؟ اه ماما وين؟ نعم نعم؟ اه عندك اخوان؟ اه عندك خوات؟ بنات لو ولد؟ بنات ولد؟ اه اثنين؟ كله إيه. كان بيتكم وين؟ بغداد لو كربلاء؟ كربلاء. كربلاء؟ كربلاء. ومن جابك هنا؟ أبوي. أبوش لو الشرطة؟ عمو. عمو. بلشت من خلال برنامجنا أكو أحد من أقاربها يقدر يوصل لها يبحث عنها. آيات هي موجودة هنا. إحنا ما نعرف اسمها الحقيقي هو آيات أو لا، بس هي موجودة هنا بمستشفى الرشاد للاضطرابات العقلية. من هي الوردة؟ انتي انتي عافية. ايش قد تقريبا الحالات اللي تجيكم يعني كمعدل يومي شهري سنوي؟ ايش قد المعدل تقريبا؟ تقريبا بالعيادة الاستشارية المعدل اليومي أكثر من 100 مراجع باليوم، يعني كمعدل شهري يتجاوز 3000 مراجع. بالنسبة لعدد نزلاء المستشفى تقريباً 1425 مريض حالياً. طبعاً هذا متغير، أكو قسم منهم يتحسنون يخرجون، أعداد قليلة طبعاً، وبالمقابل ممكن يحلون محلهم مجموعة جديدة من
مراجعين ممكن انه اذا حالتهم تتطلب دخول فممكن عندكم المعدل تقريبا ايش قد اللي يجون ومن بعدها يطلعون؟ يعني اكو ناس قاعد تطلع عندكم لو عندنا ناس دا يطلعون بس اعداد قليله جدا يعني مو بشكل يومي. شلون تجيبوهم؟ شلون يجون؟ اهلهم؟ نعم يتركوهم لو انتم تلقوهم يعني؟ هي عده مصادر. المصدر الطبيعي اللي هو يصير باي مستشفى هو انه يراجع عياده استشاريه ومن يكون عندنا سرير متوفر ممكن يدخل عن طريق الاهل طبعا، هذا المصدر الطبيعي للدخول. اكو مصادر اخرى اللي هي مصادر عن طريق اوامر قضائيه وشرطه اللي هم ممكن تكون حتى لو مو بالضروره تكون جرائم، حتى لو جرح بسيطه. نعم. هذا ممكن. والنوع الثالث هو اللي ممكن انه يكونون مجهولي الهويه او ماكو طريق وصول لاهلهم وهم يجون بامر قاضي، لكن يعني مو بسبب اخلالهم بالنظام او وجود جرح او جريمه عليهم، مجرد كونه مشرد ممكن يدخل عندنا. سنان. نعم استاذ. ابو منو سنان؟ انا ابو عبد الله. عندك عبد الله؟ لا والله. اه بس لقب ابو عبد الله. سنان انت شلون تحكي اكثر من 5 لغات او 6؟ اثناء وجودي في هذا المكان والعزله الشديده والوحده الشديده بدات استقبل علما من خارج الدماغ. شنو هسه اعطينا مثلا فد رساله تريد تقولها بالانجليزي. رايت رايت وين اي هاد بين and the kid when I had been kid from long time I'm used to read the brain I'm used to read the brain and know how to read the brain exactly right after this long time I have experience in reading of the brain experience in reading of the brain then from childhood I'm live alone I'm very social and love the society and love the real society, the high life society, not any society. Therefore, connect with the special people have high life in this world. And this is not in your brain. And read their minds. And become alone with my life. I am not with any luck. طينا رسالة بعد تقدمها مثلا بالفرنسي. ولا سكتي مو باقا لك أسيدي. L'activité de maman avec ce qui est bois là quand même c'est bois. L'activité ce qui est très maman même c'est bois. Du coup toc. Brossi. Oui cela. Zivi qu'est-ce qui t'est venu de cala quand c'est gratuit gratuit que tu me rattrapes dans le cala c'est quand c'est bois c'est quand c'est bois. Bah dis alors tu peux t'acheter. Non je mange cette camion je veux pas t'acheter cette télémon je veux voir. Qu'est-ce que maman là quand c'est maman c'est très quoi là c'est très. هيا لغة الأندية. خافت تقول كلام أنا ما أدري شو تقول عنه. والله يترجم لي. أجيب ناس خاص يسمعون يترجمولي. شنو قاعد تقول؟ شنو قلت؟ قولها بالعربي. داعي لك الكلام اللي قلته بالعربي وبالإنجليزي داعي لك. قولها بالعربي. ها. أنا تعلمت من بصغر سني أقرأ الأفكار. يعني أنا شخص اجتماعي جدا اجتماعي. والحمد لله شكرا نفسيتي نظيفة يعني ما في حق أنا بقاضي على أحد فمن حصلت هنا حصة كلش قوية الماجيش كلش قوة عندي الخيال كلش قوة عندي فبين الخيال قوة استقبل علم هواية علم جاني من خارج العراق من كيف عندي شعري أدو حصلتوني هنا من يجيك الاتصال تقول أنا عندي اتصال ويا من ها راح أسوي لك تجربة بسيطة عن الصوت راح أسوي لك تجربة هسه أمامك راح أسوي لك تجربة بس على الصوت صوت عليها. الصوت صح عندك صوت اسمع صوت من هالصفحة. صح؟ نعم. صوت اسمع صفحة. الصوت قمت تسمع من هالصفحة. صح؟ صوت شنو؟ صوت اسمع صوت من هالصفحة بدي اشيك تحت شيك غني بس معني صوت بدي اشي من هالصفحة همينة. من هاي ومن هالصفحة. اكو صوت الصوت صار خلفك الصوت صار خلفك تسمع صوت من خلفك. الصوت صار امامك نهائيا كلش محترم صار امامك الصوت. هذا الصوت اوصل لامريكا ورجعه. ويا من تحكي؟ اي شخص. دائما ويا من تتواصل ويا اي شخص انت ويا من تتواصل يوميا يعني. حتى ويا جورج واشنطن عندك احد معين يوميا تتواصل وياه ناس سياسيين مارك سياسي انا كصديق يعني فقط اعرف على الشخصيات اخر مره يوم تتواصلت اخر مره
هسه عن طريق السي فور، وهي مسؤولة عن مالي بلندن. من هي؟ مسؤولة مرأة بريطانية. أي أي. مسؤولة عن أموالي بلندن. عندك أموال هناك؟ إي بلندن. هي مسؤولة عن أموالي. وين أهلك؟ بالعمانية. يجولك؟ لا والله ما حد جاني. يمتى آخر مرة جوك؟ قبل تقريبا سنة وأربعة شهور خمسة شهور. أنت شقد صار لك هنا أصلاً؟ سنتين إلى شهر. شكرا جزيلا، واحنا هم نشوف اهلك من نعم. خلال البرنامج نقول لهم ان شاء الله يتواصلون وياك، يحتضنونك، يقومون برعايتك ان شاء الله سعد. وانت ما شاء الله عليك يعني مستمر بالعلاج ووضعك هسه شوفي قد ما كان مستمع العلاج. هل انا مريض؟ لا انت مو مريض. لا ما زلنا متواجدين بداخل مستشفى الرشاد. تعرفون مساحات كبيرة جدا، وقاعات كثيرة بداخل هذا المكان، أكثر من 24 ردها، بكل ردها تقريبا 70 أو 50 نزيل، طبعا بها نساء وبها رجال. هذا المكان هو المطعم، المطعم الوحيد للرشاد. تعال نشوفكم القاعات. السلام عليكم. سلام الله. هذا المطعم الرئيسي طبعا. نعم. مع المستشفى كله. زين، كم وجبة يسوي؟ ثلاث وجبات. ثلاث وجبات. غدا وعشاء. شنو نوع الغداء؟ اليوم كان قيمة وتمن ويا كاسة لبن وفاكهة. ايه. بطلة الماء. السلام عليكم شباب. السلام. هسه عندنا عشاء قاعد يجهز ان شاء الله. طباخين انا. اهلا وسهلا. شلونكم؟ ملحقين؟ ان شاء الله. ملحقين؟ يومية تلحقون؟ زين. اكو ناس مثلا مرضى عنده سكر عنده ضغط، هاي خلوها بعين الاعتبار. من اللي قرر اليوم شنو الاكل؟ جدول. هذا جدول عندنا جماعه العشاء. شنو الاكل اللي عندكم الاسبوعي؟ الاسبوع عندنا لحم وكبسي عشاء. هاي التمن احنا يوميا التمن وجبتنا. عندنا صدر دجاج، عندنا كنتاكي، عندنا يوم الخميس سمك. عندنا سمك مسحوق بدون اعضاء. افتح لك شيء بدون لحم. هذا يصير ويا بعد ويا تبسي. تبسي هذا مال العشاء اليوم. اي تبسي ويا شسمه اللحم فوق. قطعه لحم وياها تبسي بتجارب وبيت وفلفل مع جاري. يعني مرتب يعني. ايه. وشنو بعد وياها؟ والعصر شفت الوجبه اللي شكرا جزيلا. دكتور ما تحس ان ارتفاع هذه الاضطرابات العقلية حاليا بارتفاع وقاعد نشوفها اعداد كبيرة جدا؟ نعم. يعني شنو اللي قاعد نشوفهم بالشارع كم كلش هائل، وفوق هذا كله من اجيت للمستشفى اكتشف 1450 او اكثر داخل هذه المستشفى. يعني هذه ارقام كبيرة. هي كبيرة لكن هي رأس جبل الجليد. اكيد سامع مصطلح رأس جبل الجليد. الحقيقة بالحسابات العالمية يعني أقل أدنى تقديرات لأعداد المصابين بالاضطرابات العقلية 0.5%. يعني في مجتمع مثل المجتمع العراقي اللي هو عدد 40 مليون تقريبا 200 ألف شخص بالعراق يعانون من اضطرابات عقلية. شلون نقدر نعالجهم وإحنا عندنا 1400 وفقط 7 أطباء؟ نعم، هو هاي من أهم نقاط القصور اللي نعاني منها إحنا كمستشفى. هي صحيح مكان لإيواء نزلاء، وصحيح هي يعني تقدم خدمات فندقية علاج، يعني العلاج يمكن حاليا يبدو كأنما شيء ثانوي، بس بالحقيقة احنا اذا قدمنا خدمة طبية صحيحة بأعداد اطباء كافية واعداد باحثين نفسيين كافية راح تتغير هواية امور. كم اعداد الباحثين النفسيين؟ الباحثين النفسيين هسه 7 حاليا، واحنا الملاك القياسي 45. الاطباء الاخص اختصاص يعني اذا استثنيتني منهم فهم 8، واحنا العدد يعني الملاك القياسي 75، يعني المفروض كل طبيب نفسي 20 مريض، بينما احنا هسه كل طبيب نفسي تقريبا اكثر من 150 مريض.
شلونهم الشباب الابطال؟ تعرف قناة الشرقية؟ مين تعرفها؟ تابعنا هنا؟ اي الاعداديه وش تتابع؟ ما متابعه بس شوي مباوع لقطه. قناه الشرقيه حافظت على الفلكلور العراقي. لعد انت تتابع فن يا فنان تحبه؟ احب الله يرحمه راسم الجميلي. الله يرحمه. اي واحب بنت راسم الجميلي. صحيح اعلاميه. اعلاميه صحيح. وابو فارس خليل الرفاعي. خليل الرفاعي الله يرحمه. ابو فارس الله يرحمه توفوا. أيه. انت عمرك طويل ان شاء الله. الله يخليك. شو اسمك؟ ومير شاكر حمولي. صار لك شقد هنا؟ من 2017. ورده انت. الله بس اطلع يعني اروح واجي. مخلص دراسه؟ انا مخلص كليه الهندسه. سبع. خريج كليه الهندسه. سبع. 89 جامعه بغداد. سبع. الله يخليك. سبع الله. سبع. شنو مواهبه؟ استاذ جاسم. بن محيبس. بن محيبس لعبنا دورتين يمكن. دورتين دورة هنا ثلاث دورات يعني سنة ورا سنة كل رمضان نلعب محابس. عافية. رمضان الجاي شو نسوي؟ إن شاء الله نجيب حلو برمضان الجاي نجيب البقلاوة مالتنا إن شاء الله ونلعب محابس هنا. بعد شنو مواهب؟ رشيد شنو مواهبه؟ يحب الرياضة ويعني وطبيعة أنه يتابع كل الدوريات ويعرف انه مثلا اي نادي تساله تابع المنيا دوله. مو ادحنك اجرب؟ جرب. يعني هسه اي نادي اقوله تقول يا دوله؟ ايه برشلونه. اسباني. عافيه. مدريد. ريال مدريد. اي ريال مدريد. اسباني. اسبانيا. زين. مانشستر. انجليزي. بنفيكا. برتغالي. شنو هاي؟ ها؟ شنو هاي؟ بعد ليفربول انجليزي. والله ممتاز. اي شو اسمك؟ رشيد. رشيد. بالعراق تتابع تتابع الدوري ولا ما تتابع؟ العراق كنت تتابعه قبل المستشفى. اي صار لك قد المستشفى؟ شوية ما تتابعه، هذا الشرطة اللي يفوت. شلونك؟ الحمد لله دكتور زين. زين؟ زين دكتور. زين. أنا مو دكتور، أنا بنكم، اسمي علي. إيه أنا اسمي علي بنكم، شلونك؟ والله زين الحمد لله. من يقرأ لنا الشعر؟ والله ها أنا الشعر. ها؟ وهنا ماك شعر؟ شعر. يقول لك لابس علي الصير تذنوب ملحة. ملحة. وروحك بالأوى الصير شلحة. صفقوله. يا ما جرحني الزمن خلاني أعيش أوهام. يا قلب وين أشتكي من قسوة الأيام. ما أعترض على القدر والقسم والمكتوب، بس المثل بلوتي راي الصبر أيوب. الحب زمان انتهى والعشرة ما ظن كان، بس الضمير الوفي شي يحرك الإنسان. صفقوله. ها منو كتبها؟ عبد فلك. ها عبد فلك هي اغنيته. والله اغنيته قديمه. اي عبد فلك صوته حلو. اي عبد عسام هاي مال قديمه مال هذا مآذن والكنائس اقراها. سمعت بغداد. اي صيحات بغداد. اي صيحات بغداد تناشدني ما اخذها الخجل تسالني عن ناس. ايه؟ الا من ثائر ياخذ بثيري. ايه؟ ويداوي الجروح ويرفع الراس. الله شوي يعني مو كل شيء حافظ بعد ما اقدر. شكرا للشرقيه. شكرا للشرقيه. شكرا لك حبيبي. والله انت هسه قلت اثنين شغلتين. ايه؟ اطباء النفسيين هم يحللوها اكثر من عندي. ها انت هسه اللوعه والاهتمام بحب البلد. ايه؟ وانطيتنا رساله موحده عن البلد. ها. ايه؟ اللي هي الاغنيه التابعه ل حسام الرسام، والاغنيه الثانيه الاستاذ عبد اللي. ايه؟ هي الجرح والحب. الجرح والحب. الحب ها. ايه اشتاق للحب. ما حافظه والله الجرح. انت 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 حبيت لو ما حبيت؟ حبيتي حبيت من حبيت وحبوني وانتهت الواقع وجابوني هنا. يلا ما يخالف. اي والله صار لي 4 سنوات هنا. منو جابك؟ ابويا والله. يلا الله يحميه. اشكرك.
والله احنا سمعنا شعر وشفنا رياضه، بعد منو يقول لنا شعر؟ شنو هو؟ شعر؟ ما اعرف الناس للناس من بدو ومن حضري، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. صفقوا له يا جماعه. يلا نشوفكم يمتى بالمحابس ها يمتى برمضان. يلا مع السلامه. شنو الاخبار؟ زينه. تتذكر اهلك؟ ميتين. بيا منطقه بيتكم؟ شنو حي امس احنا الحريه. ما تعرف تقرا هذا الشعور؟ تعرف شيء؟ لا ينكت شعور. اريحي كنا نكته. لا يعلق استاذ. يعلق بالتعليق يعجبك. يقلد عليك. تابع طوبه لو ما تابع طوبه؟ يحب الشرقيه. بعد جاب برنامج يحب على التلفزيون هو كله. والله هو اول ما جينا عرفنا شلون حلو. ها بس منو غنى عزاز؟ عفيه يم داركم. منو؟ حميد منصور. فرصه سعيده. ليش تبكي؟ الفراق صعب. فارق من انت؟ جهان ومحتلي تورا الموبايلوجي صار ثلاث اشهر ما جاي وجهان ما شايف نهائي. انت تعرف ليش انت هنا موجود؟ اي مريض اني. تعرف شنو نوع مرضك؟ اي اعرفه قديم انفصام ودهان طلعت من الجيش. انت قاعد تتعالج من المرض؟ ايه فرق هواي يعني من توفى فرق هواي. انت ورده. انت اشكرك شنو انت؟ انت الورد. وهنا أنا لازم الشباب كلهم ورود وتساعدهم. لا هذول انا وياهم يعني هم يعتمدون علي كلهم هنا لان انا مثل مؤهل. المرض مو عيب. لا مو عيب. العيب العيب اللي واحد ما يتعالج. انا بس اريد اشوف جهالي يعني اطلع الفد يومين ثلاثه. الدكتور ما ينفذ يقول لك اهلك ما يريدوك متى غير هم يجون اهلي. صح. ابو بشير ذكر مساله مهمه. العلاج الاهم هو من الاهل. هو اسال طبيب طبيا بالاختصاص بالعلاج مؤهل 90% بس الاهل هاي العشره من الاهل. صحيح. من الزوجه من الابن من الاخو. ما اقدر اعبر اهلك. ما اقدر اعبر اهلك منير. انت مو مخبر. انت قلت لها انا مخبر مو زين. قالت ما اعبر اهلك منير يعني انا بيت واحد يعني هل العشر ايام يعطيها دكتور فراس وافق شهر يعطي اريد يعني بس شيء يوم اروح واجي. ما قايل لا هاني الاهل ما يقبلون مثلا يعني يقولون طلعك نهائيا منير. يقولون طلعك نهائيا شفت نهائيا يعني اعطينا موعد خاطر اتامل ارتاح. بداخل هذه المستشفى 24 ردهه. هذه المستشفى قديمه جدا هي من اكبر المستشفيات في الشرق الاوسط. عدد النزلاء 1450 تقريبا. انت لما تشوف 1450 راسا يجي سؤال ببالك. السؤال يقول ايش قد العدد الكافي حتى يستوعبهم؟ اقصد عدد الاطباء. احب اقول لكم عدد الاطباء فقط 7 اطباء. 7 اطباء لكل طبيب 120 او اكثر من الموجودين. ما اريد نقول عليه المريض. وبالاضافه عدد الباحثين لان هنا لازم يكون متواجد باحث اجتماعي يتعامل وياهم حتى يطور من عندهم نفسيا. فقط 7 عددهم يعني 7 باحثين و7 أطباء. هل هذا العدد كافي حتى يستوعبهم؟ السلام عليكم. شلونكم؟ شلون حلوين انتم. من يعرف يرسم؟ لا اريد رسم. هاي شنو هاي؟ ها
هاي رسمكم؟ هاي تجقد أبطال. هاي من راسمه؟ هاي ماما زين. هاي منو؟ هي نفسها. ايه ايش قد هنا؟ 7 سنين. 7 سنين. من يجيك هنا؟ ابويا. عافيه عافيه. شنو هالرسومات هاي الحلوه؟ هاي شنو معناها؟ ها 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 لعبات. عافيه عافيه. هاي شلون حلو ترسمين؟ اطلب منك طلب؟ ايه. تقدرين تنطيني اياها هاي؟ خذها. ها وما توقعي لي عليها؟ ايه. وقعي لي؟ لا. ها؟ لا. بعدين راح اجي اخذها من عندك؟ ايه. خاف تقولين هذا اخذها وراح؟ ايه. ما تعطيني اياها؟ لا. اخذها عادي؟ ايه. سباعيه. ها؟ شلونكم؟ هلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو رسمتي لنا اليوم؟ هاي رسمت بيت مال الحيوانات والحشيش والماي منه. بس حلو. حلو عافيه. حاولي شوي شوي ها ويتطور. اي شوي شوي. صحيح؟ اي صحيح. عافيه. صارت قد هنا؟ 2 سنين. هم يجوا لك الاهل؟ اي هم يجوا. الحمد لله الحمد لله. هاي شنو معناها؟ هاي مال بلاط الشهداء. اي هاي الشجره منها وهذا من البلاط. ايش معنى هاي جت ببالك؟ جت ببالي هيك ارسمها. مال نصر السلام هاي. شنو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. تمام زينه؟ تمام الحمد لله. مرتاحه هنا؟ ان شاء الله. لو اكو شيء ما مريحك؟ لا ماكو شيء. قولي. الحمد لله. اكو شيء ناقصك؟ لا ما عندي شيء. اكو واحد قال لك لا تقولي شيء؟ قولي. قبل ما يقفوك؟ ها؟ قبل ما يقفوك؟ عافيه. ها؟ هي ورده طبعا. ها؟ الله يخليك الله يحفظك. سناء اسمك؟ اي. يلا ما محتاجه شيء. لا غلاتك. هسه منو احنا عندنا احلى وحده بالدنيا؟ من هي؟ منو احلى وحده بالدنيا؟ هاي مياده. مياده عافيه. احلى وحده بالدنيا هي مياده. ها؟ شلونك ماما؟ ها؟ ليش عندي طفله؟ لا ماما انت تخبلين. لا يا ابا. شكل اعتيادي يا ابا خابقه. شنو اخبارك؟ شوي ابي مشحه من ماما. شنو اخبارك ماما؟ حين. ها؟ والله يا شاب بس رشعه فيك مو هالقد. ليش؟ ضغط سكر بي. صحة وعافية. اي صحة وعافية. عمري هم كبير. كبرت بالعمر. بصعوبة امشي، بصعوبة اسمع، بصعوبة مشي شيء شاب بعمر الشباب. انا 20 سنة جابوني. صار لها 20 سنة؟ لا هذا عليك الفلكلور؟ اي الي. اي هذا الميادة. ما شاء الله. ماما هاي منو علمك؟ نيران الشعجي من الابتدائي علمنا نحات ورسام. انت رسامه؟ من الابتدائيه؟ اي من الابتدائيه. نيران الشعجي استاذنا ثاني زين يشجعنا على الرسم. هذا تذكرين؟ هذا الي رسم قديم هاي قبل بال 2010. اي شنو معناها هاي ماما؟ هاي امراه انا اتعلم من المرايه. شوف نفسها بالمراية. ايش قد تطول عندك الرسمة ماما؟ 3 أيام 4 أيام عند الدفاتر بالرسمة. ايه. خلتها. عرسنا رسمت من خيالي يعني تخيلها بخيالي وعرسنا. اي والله. شلونك؟ الحمد لله. هذا انت رسمك حلو. اي. ها؟ اي. وكاتبه كلام عليه. اي. شنو هذا الكلام؟ قري لي اياه. عادي. اي. اي. شلون رسم حلو. اي هاي اني شكلي. انت احلى بالحقيقه.
ما ادري شنو نكبر بعد. اي خريجة شنو انتي؟ قانون يعني رابعة وكسيت. اي بالرابعة وكسينة؟ اي قع شعري وتعاركت ويا اهلي. اي وقعدت هنا. بس هذا الرسم حلو، هذا ايش قد تاخر عندك؟ والله هسه رسمته. هذا كله هسه؟ هسه قبل ما تجي ب شلون هاي؟ معقولة هاي هسه؟ اي شلونك؟ الله يسلمك. منو علمك على الرسم؟ انا وحدي. من وحدك؟ اي من جيت هنا اعطوني ورقة وقلم قالوا لي كذا ارسم. اي صار لك قد هنا؟ واي والله من العام شهر التاسع. انت مرتاحة هنا؟ والله احسن من اهلي بس شنو؟ جهالي خاطر جهالي اريد اطلع مو الخاطر اهلي، اهلي اللي ما ظلت بس امي اخويا هم يسوي مشاكل. مطلوب راح. وين راح؟ اربيل. مطلوب علي حكم. جهالك هسه يا ماما؟ اثنين امي وواحده عند ابوها، ابوها رجال خوش عاد من الثاني، الاول مسجون. استاذ علي على فكره جهالي بصراويه من البصره من منطقه القبله وانت بصراوي ان شاء الله بيه غيره. توصل صوت السعد البزاز انه يسوي لي حل ما هو لي وجهالي لان اذا رجع له نفس الحاله. تشربني علاج وانسجنت يومين بالبصره بلغت علي انه انا متعاطيه، ومن سوى لي تحليل تعاطي طلعت من متعاطي بس قالوا لي هذا العلاج النفسي مأثر عليك لان انت صاحيه وتشربين علاج نفسي. احتاج الدكتور مالته الشخصي اللي تابعها حتى بس نشوف شنو وضعها. ما قاعد وياي مباشرة، الدكتور هذا تدخلني على ضوء أمي، أمي شحكت له وصدق بيها عباله صدق. وهاي المرة الثالثة أنا إذا أدخل. نقدر نوصل لمرحلة ان احنا من نقول الشماعية من نقول الرشاد هو امر طبيعي، هو مكان لعلاج اهلنا ابنائنا واولادنا وابائنا. يمتى نقدر نوصل لهذه المرحلة؟ وهل يعاني منا الفريق الطبي العاملين الموظفين او ذوي هذول الامراض من هذه التسمية اللي هي اصبحت شتيمة واستنقاص وهي تأثر على المرضى وما يدرون انهم ذول المرضى اكثر ناس توصل لهم هاي الشتيمة؟ احسنت، وهي نقطة جدا مهمة وممكن هي صلب المشكلة اساسا، الوعي المجتمعي تجاه الاضطرابات النفسية والعقلية. باغلب الاحيان يعتبر الاضطراب النفسي والعقلي نوع من الوصمة او نوع من الاساءة، ولذلك اغلب الناس اللي حتى اللي يراجعون المستشفيات يفضلون انه يعني يخفون هذا عن اقرب الناس لهم. مرات توصل مرحلة القسم يراجعون حتى بدون اهلهم على مود بس مجرد انه يخفون هذا الموضوع. المشكلة اللي نعاني منها شنو؟ أنه حتى اللي يعمل في مستشفى مثل مستشفى الرشاد اللي هي طبعاً تعرف بالشماعية، وشوية إحنا ما نفضل نستخدم هذا يعني الكلمة لأنه نوع ده تصير بها نوع من الإساءة كلمة الشماعية، همنا يعانون من ضغوطات. يعني ممكن يسأل أنت شش ودك هناك؟ ليش تداوم هذا المكان؟ يعني هواية ناس يسألون بنفس الطريقة على اعتباره كأنما أنه الشيء ممكن يكون معدي أو شيء ممكن يأثر على سلوك الشخص من يكون موجود ويا المضطربين نفسياً، في حين العكس هو الصحيح. احنا المفروض اللي داوم هنا هو يكون سبب في تحسين حالة المضطربين. يمكن حضرتك شفت مجموعة من المضطربين وشلون متطورين وتحسهم هم اقرب للشخص الطبيعي، وبالعكس اصلا ابداعيا اعلى بكثير، ممكن حتى مستوى ذكائهم عالي. مرحبا اختي، شلون الست؟ شلون هنا اقبالهم على القراءه؟ والله يعني اقبالهم بالنسبه لهم كمرضى ممتاز. يعني احنا حاليا قليل ما نقرا، لكن هم لا متفرغين لهي الشغله ويحبون يقرؤون. تقرا الشعر؟ اي احب الشعر، احب اتصل بالشعر، ولكن سمعنا علي بن ابي طالب يقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الله. إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها،
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. كم مدان للآفاق قد بنيت أمست خراب ودان الموت دانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. فعلا فعلا كلامك وحفظك لي يعني هذه الاشياء المهمه. اي نعم. ها اي نعم. حلو ان انت تحفظ الامام عليه السلام. اهذب نفسي يعني اهذب نفسي. السلام عليكم، شلونكم؟ الرياضة اوكي؟ اي الرياضة اوكي اوكي. الرياضة زينة؟ زينة زينة. تلعب رياضة انت لو ما تلعب؟ العب العب. شنو 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 تلعب رياضة؟ رفع اثقال، كرة قدم، كرة سلة، عفية، منضدة، سباعي. ايوه. شلون الكابتن؟ اخبارك؟ شلون يجاوبون وياك؟ الحمد لله تجاوب موجود ان شاء الله. قاعد نمرنهم يعني مختلف تمارين. شنو الهدف اللي انتم قاعد توصلون وياه مثلا؟ لان اكو تدري اكو امراض مثلا التعبه، الجهد الزايد، شيء اكو فد سيستم معين قاعد تعملون؟ يعني التواصل هو المجتمع، احنا نريده يكون يتواصل ويا المجتمع. حلوه الرياضه ولا مو حلوه؟ لا مو حلوه. ها حلوه. ها حلوه الرياضه. حلوه الرياضه. حلوه الرياضه. حلوه الرياضه. حلوه. شلون التمرين؟ زين. ليش ليش واقف؟ حلوه الرياضه مو صحيح؟ اي اي عفي. على كيفك على كيفك على كيفك. يعني اكو لحظه لحظه لزمتك. شنو هاي بيدك؟ جقاير. شلون تلعب رياضه بيدك جقاير؟ ما بيها شيء عادي. شلون يصير؟ لا مو عادي. ها عادي والله. لا مو عادي. هاي جقاره ورا ما كمل دخل نظام لازم بيدي. زين اكو واحد لازم بيده جقاره ويلعب رياضه؟ ما بيها شيء. ها عادي. ها شو كلام هذا؟ ما يصير. طيني الجقارة. ها هاي لي؟ إلي. طيني بعد واحدة. طيني عن كلهن. لا هاي بقت واحدة لي. واحدة أنا أرد. لا أريد أريد. بس واحدة. بس واحدة. أعطيتك اثنين كافي. شكرا شكرا. حلو. عمي هذا كريم، هذا كريم. منو بعد يدخل جقاير؟ عفية هذا بطل، هذا بطل. سبع. هاي يومية تمرن؟ اي يومية. سبع سبع؟ اي يومية. خاف اليوم على مود انك قاعد تلعب رياضة؟ اي والله على مودكم، على انكم تشوفوني. يومية تجي تلعب رياضة؟ اي. والله حلوة رياضة، احسن من ما قاعد وهاي. عفية. بالله اوقف اوقف خلنا نسولف وياك، خليك تتأذى، ما يصير تسمع. العفو العفو. لا عادي. انت مثل عمي. لا 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 انا اخوك صغير. اقول لك. احسن ما واحد قاعد يلعب رياضه. اي مو صحيح. اي 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 شوي انا ولادي حتى تعرف شويه بالدمام ولادي. صحه وعافيه بسبب علاج ايش صار بي. اي شويه يوم يومين انه شويه لا لا هو شهريه. هو صار ايش قد هنا؟ قصر سنتين. سنتين؟ اي طاير بالتمرين اللي فوق التشنجات اللي سببها العلاج يعني. هو هنا موجود على مود التشنجات اللي بجسمه تصير من العلاج فنفتحها هنا بالحركه والتمارين. هذه القاعات عمرها أكثر من 70 سنة. بداخل كل قاعة أكثر من 300 نزيل. طبعاً أهلهم إذا تلتقي بيهم راح يقولوا لك المعاملة مع المرضى أو مع أبنائنا أهلنا مو بالمستوى المطلوب. يسبحونهم كلش واسخين. ما يسبحوهم؟ والله وصيت أنا أخوي سويت الأظافر مالته أسود رجلي أسود. لا راتب مال رعاية لا عنده فشي والله العظيم ما حد إله. تدرون ليش؟ لأن اللي يشتغلون بخدمتهم عددهم فقط
62 واحد. انت برايك 62 واحد يقدر يقدم خدماته ل 1450 مريض؟ طبعا هذا واحد من عندهم عامل الخدمه اللي موجود هنا بالشفت الواحد راتبه 150 الف دينار شهريا. يعني اصبح الاهتمام بهذه الشريحه وبهذا الكم الكبير وبهذه القاعات اصبح ضروري. ما معقوله قاعه عمرها اكثر من 70 سنه، وما معقوله هذه الاعداد اللي يقومون بخدمتهم فقط 62 عامل خدمه وفقط 7 اطباء و7 مختصين بالامور النفسيه، يعني هو الباحث الاجتماعي. ينزار ينزار الاخو ما ينترك الوقت، الاخو ما ينترك الوقت، ينزار ويزيح من القلب لو بي يا ابويا. ينزار ينزار ناشدكم يا الابطال، ينزار كلامي لو غلط ردوا علي، كلامي لو غلط ردوا علي. مستشفى الرشاد معروفه بمستشفى الشماعيه، تدرون ايش قد مساحتها؟ مساحتها 95 دونم. بداخل هذه ال 95 دونم 24 ردها، بكل ردها اكرر اكو بعض 50 60 ويوصل الى 70، واكو بعض الردهات الكبيره اللي عمرها اكثر من 70 سنه يوصل تقريبا 300 نزيل. بالاضافه اكو عندنا مساحات، مساحات خضراء مثل ما قاعد تشوفون، مساحات جدا كبيره. تدرون ايش قد عدد الفلاحين اللي يهتم بهذا الخضار والزرع والنخل؟ بس 3 فلاحين. يعني هذول الثلاث فلاحين يقدرون يهتمون بهذه الأعداد والمساحات الكبيرة الخضراء حتى نقدر نطورها ونهتم بها. نحن ضحية، فأين القضية؟ دوما أنتم على حق ونحن شر بلية. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا. يحتاج أيام آلاف الساعات حتى نوثق لكم كل ما هو موجود. أكو بداخل مستشفى الشماعية الكثير من الأمور اللي تحتاج التفاته. أذكركم المكان يحتاج إلى أطباء، فقط 7 أطباء يعالج هذا العدد اللي هو 1450، فقط 62 عامل خدمة بكل شفت. هذا المكان يحتاج جهد مكثف. ما معقولة عراقي ينتمي لهذا البلد الغني وإن كان مريض عقلياً، بالتالي القاعة مالته عمرها أكثر من 70 سنة. وأكو شغلة لازم نتعلمها فيما بيننا إحنا كمجتمع في العراق، ما يصير كل شي نقوله ونحكيها بطريقة المزح أو الاستنقاص من الشماعية، لأن بسبب هذه التسمية كثير من العاملين من الأطباء وحتى اللي عندهم اضطرابات عقلية ما يقدرون يقولون احنا رايحين للرشاد او الشماعية او ممكن نداوم بهذا المكان. لازم ندعم بعضنا حتى نقدر نساعد اهلنا اللي يحتاجون دعم مكثف، اقصد دعم نفسي. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله راح تكون لنا زيارات اخرى لهذا المكان حتى نشوفه بافضل حال، لأن إحنا بلد مو فقير، إحنا بلد غني، وهذا فرد تابع لهذا البلد لازم يعيش حياة كريمة. الله وياكم.